اهلا بكم في فيديو جديد ومقارنه جديده من مقارنات الخنفري. فيديو النهارده هنقارن فيه برفانين كويسين جدا ومن احسن البرفانات الفريش اللي هتلاقيها في السوق في الوقت الحالي، واحد قديم وواحد جديد. النهارده هنقارن هوجو بوس مع اكوا دي جيو بروفوم. اكوا دي جيو مش عندي فهتلاقيني حاطط لك صورته، وثانيه واحده دخل دي في الكادر، نجيب العربيه هنا شويه، ايوه كده كويس. المهم نرجع تاني، البرفانين دول هنقارنهم، هنتكلم في الاداء، في السعر، في المواقف اللي استخدمهم فيها، تركيبتهم عامله ازاي، المجمل بتاعهم عامل ايه، وفي الاخر ممكن نشوف مين فيهم اللي يكسب او تجيب مين فيهم لو انت يعني ايه المتطلبات بتاعتك شكل معين تجيب مين فيهم. الاول قبل ما نبتدي يا ريت اللي مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو في اي افكار متعلقه بالبرفانات عايزني اعملها، او في مقارنات عايزني اتكلم عنها، وفي برفانات معينه عايزني اعملها ريفيو، واديني فيدباك في العموم، ده هيبقى مناسب او يعني يفيدني ان انا اطور الموضوع شويه. نرجع تاني للبرفانين دول، ايه حكايتهم وايه الوضع معاهم بالظبط. ممكن نبتدي الاول باللي عندي هنا، الهوجو بوس. هوجو بوس ده برفان باختصار هو ابتدى من تسعينات القرن الماضي، يعني من ساعة ما نزل وهو عامل نجاح جامد قوي، ابتدع خط جديد من البرفانات، هو مبني على اساس التفاح، وريحته فريش جدا، ريحته جميلة، التركيبة بتاعته ما اتغيرتش على مدى السنين اللي فاتت، يمكن الأداء شوية اتغير ولكن التركيبة نفسها ريحته والجودة بتاعت ريحته ما اتغيرتش على مدار السنين، بيعجب الناس كلها. ما اعتقدش ان في حد من جيل التسعينات والثمانينات ما عداش عليه البرفان ده بأي شكل من الأشكال، لأن على ما أتذكر كان كل الناس اللي يعني في شريحتي العمرية عدى عليهم البرفان ده، سواء من قرايبهم مثلا كانوا بيجيبوا لهم هديه، او ان هم جابوه هم بنفسهم، او جربوه او شموه في مكان ما. فالبرفان ده اعتقد ليه ذكريات كتير مع الناس اللي هم مواليد التسعينات والثمانينات، ويعني سايب اثر طيب في نفس ناس كتير، وده سبب شخصي بالنسبه لي ان انا بجيبه، لانه مرتبط معايا بذكريات كتير شخصيه. فانا دايما برغم ان البرفان ده قديم جدا انا بفضل ان هو اجيبه، كل ما بيخلص من عندي بجيبه لانه مرتبط معايا انا بذكريات شخصيه. الاكوا دي جيو على النقيض، هو الاكوا دي جيو الى حد ما البروفومو جديد شويه. البروفومو هو النسخه المحسنه من الاكوا دي جيو الاوريجينال. الاكوا دي جيو الاوريجينال من احسن البرفانات، ويمكن اكتر برفان مبيعا في التاريخ على الاطلاق. خط جديد من البرفانات ابتدعه الاكوا دي جيو، اللي هو الاكواتيك، ان هو يبقى فيه ملح بحر ويبقى فريش ويبقى يعني في فواكه استوائيه وكده. البرفان نزل في الثمانينات، يعني هو الاقدم، وكسر الدنيا، ولسه الصيحه بتاعته دي شغاله لغايه دلوقتي. ولكن مع السنين ابتدى ان البرفان فعلا يحصل تطورات في عالم العطور والبرفانات، فعايزين يجاروا الموضوع ده ويتلافوا عيب خطير مع الاكوا دي جيو. الاكوا دي جيو الاوريجينال مشكلته ان هو كان ضعيف جدا جدا جدا، فقالوا يتلافوا الموضوع ده ان هم حسنوا تركيبه شويه، عملوها ميستيريوس وعملوها غامضه شويه، وحطوا فيها مكونات تانية، يعني لعبوا فيها بصراحه للاحسن، وعملوا الاكوا دي جيو بروفومو. الاكوا دي جيو بروفومو باختصار هو زي الاكوا دي جيو الاوريجينال، ولكن محطوط عليه شويه حاجات تخليه رجالي اكتر وذكوري اكتر، وثباته وفواحانه اكبر شويه. في شويه توابل خفيفه، في ممكن في تحس فيه بلمحات من البخور، ممكن تحس ان هو اروماتيك وودي او يعني فيه اخشاب، ولكن في المجمل البرفان من البرفانات اللي تصنف ان هي فريش، يعني هي منعشه وجميله وتنفع في النعنشه والفرفشه والمرح والكلام ده. وده ياخدنا لنقطه تانية، البرفانين دول انت تستخدمهم في انهي مناسبات بالظبط؟ الحق يتقال هو الاكثر استخداما في كل المناسبات هيبقى الاكوا دي جيو بروفومو. الاكوا دي جيو بروفومو من البرفانات اللي فعلا ممكن تحطها في اي موقف واي مناسبه واي مكان واي فصل، وهيسد معاك. يمكن مش هيسد معاك في الشتاء شويه زي الصيف، لان هو هيبقى ضعيف في الشتاء، ولكن في الصيف او في الجو المعتدل البرفان ده فعلا تحطه في اي موقف، سواء انت رايح تقابل واحده، سواء رايح شغلك، سواء رايح تقابل اصحابك، نازل كاجوال، قاعد في البيت باللباس، انت حر، هتحط البرفان ده وهتبقى يعني راضي عن نفسك، ويعني بيديلك ريحه اطمئنان كده، وايه، وتبقى قاعد متزنجف كده وحلو زي الفل. الهوجو بوس بقى يمكن يكون نفس الاستخدامات شويه، انك تستخدمه في كل حاجه وكل المواقف، ولكن بما ان هو يعني عفى عليه الزمن شويه، فممكن نقول ان هو بقى انا شخصيا بستخدمه في الصيف بس، وفي المواقف ان انا نازل فيها كاجوال. لو انا لابس بدل وكلام من ده بفضل ان انا هحط، لو هحط بوس هحط بوس بوتل ده مثلا، مش هحط البوس الهوجو بوس العادي. فده رايي انا الشخصي، ولكن البرفان جميل جدا، وفعلا ريحته بتخليك انك تستخدمه في معظم المواقف، لان هو مش اوفنسيف، يعني مش مزعج لاي حد. فلو انت رايح مثلا اجتماع ولا حاجه وحاطط البرفان ده محدش هينزعج منك،
لو نزلت تقابل اصحابك مش هتبقى نازل انك يعني بتقرفهم في عيشتهم ولا حاجه. البرفان فعلا جميل لو قاعد معاهم في عربيه مثلا مسافر في حته 3 4 ساعات ولا بتاع، البرفان هيبقى ريحته مهدئه للاعصاب اللي حواليك ومحدش هيبقى منزعج ان هو شامم الريحه دي اطلاقا. انت نفسك لما تحط البرفان لو انت من مواليد الثمانينات والتسعينات هتاخدك بذكريات قديمه وهتحس براحه نفسيه يعني بشكل ما لما تحط البرفان ده. نيجي لنقطه ثانيه وهي نقطه الاداء. ايه اداء البرفانين دول ومين فيهم ذو الاداء الافضل؟ لو هنتكلم عن الاداء فانا هبتدي الاول بالاكوا دي جيو بروفومو. الاكوا دي جيو بروفومو زي ما قلت لك هو نسخه محسنه من الاكوا دي جيو الاوريجينال، وكان عيبه الخطير ان هو اداؤه سيء للغايه، يعني كان فعلا الاداء رايح في داهيه غير مقبول على الاطلاق. فالبروفومو هي نسخه محسنه عالجوا حته الاداء دي شويه، فبقى الاداء دلوقتي ما بقاش سيء، بقى مقبول. مقبول بمعنى الثبات بتاعه مثلا في ظروف حصلت ظروف التشغيل وكل حاجه، ولكن لو هترش مثلا على قميص ولا حاجه هيقعد معاك 4 ساعات 4 ساعات ونص، ثباته كويس ماهوش الحلو قوي ولكن مرضي، يعني ما تتوقعش منه اكتر من كده. فواحان البرفان مش فواحان كبير قوي، يعني ماهوش بيعمل بابل حواليك 3 متر ولا حاجه، ولكن اللي يقرب منك بدرجه كافيه مثلا متر متر ونص هيشم البرفان، فالفواحان بتاعه مقبول برضو. المجمل بتاع الاكوا دي جيو ان هو برفان مقبول في الاداء وليس سيء. الهوجو بوس اداؤه ما اقدرش اقول ان الاداء وحش، وما اقدرش اقول ان الاداء قوي قوي. الاداء قل على مدار السنين، يعني الهوجو بوس ده اول ما نزل كان اداؤه اقوى من كده بكتير. على مدار السنين دي من سنه يمكن 94 ولا 95 لغايه النهارده يعني حصل تغيرات كتير قوي في البرفان ده، فاداؤه قل. البرفان بيقعد مثلا بالخمس ساعات بدل ما كان بيقعد بالثمان ساعات زمان. البرفان فوحانه قل شويه، بدل ما كان بيعمل مثلا بابل حواليك تتشم مثلا على 2.5 متر ولا حاجه، رجع تاني مثلا لايه لمتر متر ونص. فالاداء برضو بالنسبه لي ممكن اقول ان هو مقبول، ولكن ده مش مزعج بالنسبه لي اطلاقا، لان هو الريحه جميله وتركيبته بتخليك انك مرتاح نفسيا وراضي عن اللي انت حاطه، فما تبصش قوي لحته الاداء والفوحان وانا عايز كل الناس تتفرج عليا والكلام ده. البرفانين مش مهمتهم ان هم يلفتوا الانظار ليك، هو مهمتهم ان هم انت تبقى واثق في نفسك وانت نازل، ريحتك كويسه، حاطط حاجه ذات جوده عاليه ونازل اللي يقرب منك يعجب بريحتك. انما هو مش نازل يملى المكان ويملى الاوضه ويقول انا هو ده، البرفانين دول مش للمهمه دي. فلو هقارن الاداء ما بين الاثنين انا ممكن اقول الاداء من النقطه دي هما الاثنين متساويين، الاثنين ادائهم فوق المقبول، ممكن اقول جيد. جيد دي بالنسبه لي انا، بالنسبه لناس تانية ممكن ما يكونش جيد، ده يستاهل جيد ممكن يقول ان هو مقبول، ممكن يقولوا كمان ان هو غير مقبول، فكل واحد وجهه نظره في موضوع الاداء ده وحسب ظروفه التشغيليه للبرفان ايه. نيجي لحته السعر. سعر البرفانين دول بيتراوح مثلا الهوجو بوس اعتقد ان هو بيبقى حوالي 40 دولار ل 100 ملي، وده سعر مناسب، البرفان سعره كويس جدا، يعني ممكن اقول ان هو من البرفانات الرخيصه في السوق. الاكوا دي جيو اغلى شويتين ثلاثه، الاكوا دي جيو ممكن يوصل سعره ل 70 دولار لل 100 ملي، فالبرفان غالي. ولكن حط في اعتبارك حاجه، الاكوا دي جيو بروفومو الجوده بتاعته اعلى بكتير من هوجو، مش معناها ان جوده هوجو وحشه، ولكن الجوده في الاكوا دي جيو بروفومو اعلى بكتير من ده. الجوده هم ما استخسروش فيها اي حاجه، ما خنصروش في اي حاجه، انت فعلا بالرغم حتى من الاداء المتواضع انت لما تحط البرفان هتعرف معنى الجوده اللي هم حاطينها في التركيبه دي ايه. الريحه ما فيهاش غلطه، الموضوع كله سموز ماشي، الخلطه بتاعتهم ماشيه سكينه في الحلاوه، فما فيهوش حاجه تتعاب من ناحيه الجوده. الهوجو بوس ممكن تقول ان هو على مدار السنين الجوده قلت شويه، ولكن لسه بتتحط مثلا في الكاتيجوري ان هي مقبوله. فالبرفان ما فقدش كتير قوي من الجوده بتاعته على مدار السنين، ولكن كنت اتمنى ان هم ما خنصروش فيه للدرجه دي. بالنسبه لي انا شخصيا لو هجيب من الاثنين دول في الوقت الحالي انا هجيب الاكوا دي جيو بروفومو، لان انا عندي حاليا الهوجو بوس، ولما يخلص هجيبه تاني، ولكن هجيبه لاسباب شخصيه لان انا بحب البرفان ده بصفه شخصيه. ولكن انت لو بقارن بالاثنين وعندك القدره الماديه انك تجيب الاكوا دي جيو بروفومو انا شجعك جدا ان انت تجيبه. لو ما عندكش هات ده هيفي بنفس الاغراض اللي الاكوا دي جيو بروفومو بيعملها، وهيبقى سعره يعني اقل بكتير، هيبقى تقريبا فارق معاك 20 25 دولار، فهيبقى ده في صالحك انت. ولكن اعرف ان الجوده مش هي هيها،
والستايل العام هو متشابه بدرجة كبيرة، ولكن لسه في اختلافات جذرية، لان ده مبني على التفاح والتاني مبني على الاكواتيك وملح البحر والفواكه ومؤخرا البخور والخشب اللي هم حاطينه فيه. فالمقارنة انا يمكن اقول الفايز بالنسبة لي هيبقى الاكوا دي جيو بروفومو، وده حاجة مش متوقعة لان انا بحب ده جدا، ولكن لو هتكلم حقاني يعني الاكوا دي جيو بروفومو بصراحة هو اللي يستاهل ان هو يتجاب ويستاهل كل مليم يدفع فيه.